شرح لك المشروع الجمهوري راح نقدم لكم واحد الانتاج وطني. وهذا الانتاج هذا شغل رعدة للناموسة. وانتم كانه رعدة سي با زنوراج كما يقولوا. مي هذه الماركة هذه زهرة هذه سيدي مشكل ضد الناموس. على بالكم احنا نستعملوا لي باستي وعلى بالكم لي باستي هادو فيهم بعد دي برودوي هذه سي ناتشورال. الانسان يحكي يكون في مضرب ولا في بيته ولا يكون على شط البحر الغابه ويكون ناموس يحل وحده منهم ويدي لك روحه يدير على وجهه على يديه وعلى الاخر الناموس ما يدورش به. هذه الرعده تاع زهره هذه الرعده تاع زهره واش نقول لكم سيو سابو كوتريا هاي الماركه ما بقى لي غير نقول لكم ربي دوم كوستوكم.